وجهة نظرك ومناشدتك. حمود. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تفضل أخوي حمود. ما أدري، أنا لا نصبح يعني بيوتنا محصورة ما بين الأبراج وما بين مولدات الكهرب تبع مدينة الملك عبدالله المالية، فأصبح يعني حتى نفسيا غير مقبول نهائيا. يعني حتى لو مثلا أدت ذكرة الدراسة ما فيها أضرار، لكن نفسيا يعني قد نصاب ببعض الأمراض كذا، نفسيا نحس أنها سبب من الأبراج ومن الكهرب. فأنتم عارفين يعني أغلب إحنا لو تروح أي طبيب وكذا يقول ترى عندك نفسيا أنك ما ارتحت نفسيا كذا فتصاب في المرض الفلاني. طيب، هذا اللي عندي. الله يعطيك العافية. نعلق على عبد الرحمن وعلى بندر وعلى خالد وعلى حمود، وش رايك في وجهة نظرهم وايضا شكاواهم؟ يعني انتم تقولون لازم يكون في مسافة، كم قلت لي؟ 15 متر بين البيوت. يعتمد على الضغط او الجهد. هذا الان يقول 4 متر. هذا انا اللي اقوله للزملاء، انه فيه قسم في هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج همه وعمله العناية بالمشتركين، فأي شكوى لدى الأخوان أتمنى أنه يرسلوها للإدارة، ونوعدهم أنه يتواصلوا معهم ويروحوا يسووا قياسات للمجالات الكهرومغناطيسية عند بيوتهم، وإذا مسافة البرج من بيوتهم أقل إما أنه تنزع ملكيتها أو أنه تزال عن المكان. هذا الأخ بندر اشتكى الآن، بس يعني المشكلة ما هي في الشكوى، المشكلة في النظرة العادلة للشكوى. يقول قالوا لي ب 1800 المتر بينما بيته سعره أعلى. لجنة التقييم هذه لجنة من عدة جهات، من إمارة المنطقة ومن الشؤون البلدية والقروية ومن جهات ما حتى الكهرباء علاقة بها، فهذول بيخرجوا مثمنين، وهذه القيمة بيقوموا بها على أساس خبرتهم وأمانتهم فيها، فما أعتقد أنهم يظلموا، ولا أعتقد أنه ولو الحق أنه يظلم من تقييمهم بعد ما يقيموا، لكنها ليست من إشراف الهيئة أنها تقيم هذه اللجان. طيب، معنا الآن مداخلة هاتفية من دكتور محمد الراجحي، أستاذ مشارك في قسم الفيزياء ورئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو اللجنة الدائمة للوقاية من الإشعاع. أهلا بك دكتور محمد. حياك الله عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكتور عبد الله. الله حييك. يعني دكتور، احنا سعيدين باستضافتك، وأنت الخبير والمتخصص، يعني كثير، وأنت محايد، أنت محايد في هذا البرنامج. كثير من الناس يتحدثون عن أضرار أصابتهم بسبب الإشعاعات الصادرة من أبراج الضغط العالي، ما هو تعليقك على هذا الجانب؟ أحسنت يا أخي. بالنسبة للأضرار اللي تتحدث عنها الأخوان في قضية الإشعاع، يعني لا يعني يوجد أبحاث كثيرة جدا قد تصل إلى 1000 تكلمت عن أنها تحدث أمراض مثل السرطان والزهايمر وإلى آخره، وبالمقابل يأتي أبحاث أخرى وأكثر منها تنفي هذا الشيء. وأنا عندي دراسة كاملة ونشرتها في جامعة الملك عبد العزيز، ونشرتها في مؤتمر متخصص، وبعد الدراسة والتمحيص أرى أن أبراج الجوال في المملكة العربية السعودية تعتبر من أفضل الأبراج في العالم. أنا أحكي عن الضغط العالي مش الجوال يا دكتور. أنا أتكلم عن الضغط العالي. إيه؟ غير الضغط العالي لي كلام آخر فيه. نتكلم عن الضغط العالي. ففي يعني أنت تقول لي دكتور الآن أبراج يعني أبراج الضغط العالي في المملكة من أفضل المستويات في العالم تقول؟ نعم أحسنت. ولو قارنتها ببعض الدول حتى في أوروبا، الناس اللي زاروا بريطانيا يرون أبراج العالي تمر فوق المنازل مباشرة، يعني فوق المنزل تكون الأسلاك. أنا أتكلم عن خطورة الإشعاع. الإشعاع الكهرومغناطيسي بالنسبة للمقارنة اللي بين الأبحاث التي تقول في أنها مسببة للسرطان وأنها غير مسببة، تجد أن الناس اللي ذكروا أنها مسببة للسرطان هي دراسات ضعيفة ليست مبنية على أدلة علمية دقيقة، ما بل هي أدلة ظنية ووراها دوافع، سواء من الباحثين كان يحققوا سبق أو من الناس اللي يشتكون لكي يحققوا يعني دوافع ثانية. طيب دكتور محمد، أما الدراسات اللي أثبتت عدم ضررها فهي أقوى في من ناحية الدليل العلمي. طيب الإشعاعات الكهربائية، الإشعاعات الكهربائية المضرة وش هي؟ طيب احنا انت تحكي الآن عن الأبراج الضغط العالي تقول ما فيها ضرر، طيب وش الإشعاعات الكهربائية اللي فيها ضرر وانت تخاف منها؟ لا، هي المجالات الكهرومغناطيسية بشكل مباشر
فيما يخص مثلا مرض السرطان قطعيا لا تحدث السرطان بشكل مباشر، لكن قد تحدثه بشكل غير مباشر. بشكل غير مباشر. وهنا فيها تفصيل. هذا فيما يخص خطوط الضغط العالي، لكن المسكوت عن هذا ما يشاهدونه الناس. الأخوان اللي يتكلموا من ضمنهم عبد الرحمن أظن هم لا يعلمون أنهم يتعرضون في داخل بيوت أكثر من ما يتعرضون تحت خطوط الضغط العالي بخمسة أضعاف. كيف وضح لنا النقطة هذه؟ في شدة المجال المغناطيسي. وضح لنا. وكذلك في خطوط الكيابل الأرضية في الشوارع أيضا أنا قست مناطق فيها شدة المجال المغناطيسي أكثر بخمس مرات وأكثر حتى بكثير من لو أن شخص سكن تحت خطوط الضغط العالي مباشرة. إذن الخطوط الضغط العالي يعتبر أفضل ما هو موجود في العالم لدينا بسبب الحمى الموجود، لأنه في آخر الحمى ينخفض المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. ينتبه في الترددات الضعيفة، حنا نفصل المجال الكهربائي عن المجال المغناطيسي، يصل في طرف الحمى إلى أقل من الحدود المسموح فيها في أكثر الدول تشددا مثل السويد. أما داخل الأحياء فحدث ولا حرج، لأن الناس لا يرون ذلك. طيب نعم. طيب إذا سمحت لي دكتور محمد، أنت الآن تتحدث أن الكيابل الأرضية هذه التمديدات اللي احنا ما نشوفها يطلع منها إشاعات مضرة أكثر من الأسلاك اللي احنا نشوفها في الضغط العالي أكثر بخمس مرات في بعض مرات. المناطق مما لو تسكن في العراء تحت خطوط الضغط العالي مباشرة بدون بيت. لاحظ المجال الكهربائي سهل جدا، بإمكانك أنك تحجبه في ورقة كرتون، أما المجال المغناطيسي فهنا المشكلة. طيب التمديدات داخل المنازل، المجالات داخل الأحياء لا مشكلة من المجال الكهربائي، لأن المجال الكهربائي يعني يعتمد على الجهد، والجهد هنا ضعيف. أما في خطوط الضغط العالي فيوجد جهد عالي فينتج مجال كهربائي عالي. فداخل الأحياء الخطورة من المجال المغناطيسي. نعم تفضل. طيب دكتور، وش السبب اللي يخلي الإشعاع أكثر بخمس مرات، يعني خمس مرات يتضاعف؟ شنو السبب؟ جميل السؤال. الخطوط الضغط العالي هذه نقدر نسميها خطوط الجهد العالي، وليس خطوط شدة التيار العالي. هي قد تكون خطوط شدة التيار العالي وقد لا تكون، لكن هي خطوط جهد عالي. اللي يحدث في داخل الأحياء إنه يتكون ما يسمى بنت كرنت، يعني اللي هو صافي التيار بسبب أخطاء فنية. انتبه النقطة المهمة أنها بسبب أخطاء فنية، وهذا الأمر الذي لابد من معالجته. بسبب أخطاء فنية ينتج تيار عالي، هذا التيار العالي هو المسؤول عن إنتاج المجال المغناطيسي المتردد. والتمديدات داخل البيوت أيضا تحدث المشكلة هذه نفسها؟ أيضا قد تقيس داخل البيت عشرة أضعاف من ما لو تسكن تحت خطوط الضغط العالي مباشرة. ولذلك الشخص اللي ذكر أنه يحس بصداع أو قشعريرة أو كذا، نعم هذه من مسببات المجال الكهربائي والمغناطيسي. لو كان مر تحت خطوط الضغط. الدكتور محمد الراجحي رئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم في جامعة الإمام أحمد بن سعود الإسلامية، شكرا لك. تعليقك دكتور، يعني هو يتحدث عن أخطاء فنية يعني غفل عنها الجميع، كيابل تحت الأرض تتسبب في إشعاعات أكثر بخمسة أضعاف من الحد المسموح به. احنا نتكلم هنا عن إشعاعات كهرومغناطيسية، ولما تفصلها إلى كهربائية ومغناطيسية تبدأ العملية تختلف. المجالات الكهرومغناطيسية تجي من خطوط الضغط العالي عندما تكون محمل بالتيار. طيب وهذه محمل بالتيار أي نعم. تحت الأرض. نعم وهذه قوتها. بالنسبة للكيابل الأرضية، هذا الكيبل بيكون كيبل نحاسي معزول بمادة بلاستيك، وبعد كذا ملفوف عليه مادة معدنية. فالمادة المعدنية عازلة المجال كله جوة هذه. إذا كان في مجال مكان مقطوع أو كذا بسيط هذا جزء. إذا كان فيه مجال التأثير المجالات الكهرومغناطيسية فيرتبط بعدة أحلى بشدة المجال الكهرومغناطيسي، ببقاء الشخص معرض له لفترة طويلة ربما، بقابليته أنه يتأثر. لكن الدراسات اللي عملت كلها أثبتت أنه الدراسات اللي تقول أنه في ضرر هي دراسات إحصائية. طيب. زي ما ذكرت في أحد الشوارع قالوا هذا الشارع المصابين في مرض معين أكثر من الشارع الثاني، معناته الخط. هذه إحصائية، الإحصائيات تقول اللي يتناول نوع من